اليوم في إحدى المدارس استضافت المدرسة مدرب، وهذا المدرب يقوم ببعض الحركات الغريبة، منها رجل ينام على مسامير ويوضع فوقه بلاطة ثم تضرب هذه البلاطة بمرزبة كبيرة ولا يضره شيء. فلما سئل عن ذلك قال إن العضلات مع التمرين تقوى، فهل هذا العمل صالح؟ هذا ساحر، هذا ساحر وشعوذة، هذا من الشعوذة والسحر، هذا لا يجوز، ويجب أن هذا يمسك ويذهب به إلى الهيئة، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجري معه اللازم. هاي خلّى يلعب على الناس وفي المدارس، على هذا ساحر، هذا من سحر القمرة والتخيل، لا يجوز هذا العمل. لو أجيب دبوس وأغرزه به ما استطاع أنه يصبر، لكن هو عامل حيل وعامل، أو أنه يستخدم الشياطين، يستخدم الجن والشياطين ويحولون بينه وبين الأشياء هذه، فهو مشعوذ ودجال ولا يجوز إقراره على هذا، واللي يجيبه للمدرسة آثم. نعم.